أعلنت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية عن استحداث نظام المعادلة المشروطة والذي سيتيح الحصول على إفادة المعادلة بشكل سريع دون الحاجة إلى انتظار وصول مستندات سلامة المؤهل عبر الملحقيات الثقافية، كما سيتم الاستغناء عن تسليم أصول الشهادات والوثائق عبر الحضور الشخصي والاكتفاء بتحميلها عبر الموقع الإلكتروني. وأوضحت اللجنة بأن أنها ستقوم خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لوضع هذا النظام حيز التنفيذ ولاعتماد صيغة الإفادة المشروطة في إجراءاتها في حال الحاجة إليها